السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول احنا المفروض نقلق كمهندسين بيم ولا هنستفاد اكثر مما هنضر؟ ده بمناسبة ان شات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي اصبح موجود جوه البرامج. يعني ده مثلا موقع من ضمن المواقع بتكتب له انا عايزك تعمل لي مبنى 10 ادوار، يعمل لك المبنى 10 ادوار، حط لي بابين ناحية اليمين، انت بتكتب له وهو بيعمل جوين، يعمل جوين، هو يبدأ يعمل لك الجوين بين العنصرين اللي انت عايزهم. طيب لف لي المبنى، تكتب له هو يبدأ ان هو ينفذ الاوامر بتاعتك. المفروض ان احنا نقلق ولا ما نقلقش؟ والله لو ما طورتش من نفسك ايه لا، انما لو انت بتطور من نفسك هتستفاد من الكلام دوت. يعني كل شويه بتحصل طفره تكنولوجيه. يعني الاول كانوا بيرسموا بالورق لالاف السنين وبعد كده ظهر الكمبيوتر، في ناس قالت لا احنا هنخاف وبعدوا فخلاص الكمبيوتر اخد مكانهم. لا، ده الناس اللي اشتغلت على الكمبيوتر هي اللي اخدت مكانهم، وفي ناس كتير اتعلمت وكملت الكاد والبيم. لما ظهر البيم في ناس خافت ووقفت التعلم فتم استبدالها، وهكذا بيحصل. ليه كل شويه بتحصل طفره انت بتتجاوب معاها؟ فلازم تتجاوب مع التكنولوجيا الحديثه. مفيش حد يقدر يوقف الذكاء الاصطناعي. يعني في دعوات كتيره بيقول لك احنا عايزين نوقف الذكاء الاصطناعي لمده 2 سنين، سنه، 6 شهور، الحاجات دي كلها، كل الكلام ده بلح ليس له قيمه. اللي قيمه ايه؟ ان انت تبدا ان انت تتعلم وتطور نفسك. الذكاء الاصطناعي بيطور نفسه، انت لو ما طورتش نفسك خلاص الواحد هيتعلم ذكاء اصطناعي وهياخد مكانك. مش مطلوب منك ان انت تاخد كورس في الذكاء الاصطناعي والبرمجه لا، مطلوب منك بس بكل بساطه ان انت تتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي ويبقى مساعد ليك، يبقى صديق ليك، يبقى معاك في الشغل، يبقى انتوا الاتنين شغالين في المشروع او شغالين في الشركه اللي انتوا شغالين فيها، في تعاون بينكم، مفيش منافسه، مفيش خناقه. انما لازم ان انت تتعلم اي تكنولوجيا جديده بتحصل على اساس ان انت تستفاد منها. التكنولوجيا الجديده هتفرق معاك كتير جدا في الوقت، هتفرق معاك كتير جدا في ان انت تخلص الشغل بتاعك بدري وهكذا. فابدا من دلوقتي ان انت تبدا تتابع ان شاء الله القناه بتاعت بيم اريبيا، لان احنا هنتابع ان شاء الله افضل حاجات موجوده في التكنولوجيا اللي بتفيدنا في شغلنا. مش هنشرح حاجه بعيده عن الشغل بتاعنا، لا، هنشرح كل حاجه تطور التكنولوجيا وتطور المنهجيه اللي احنا بنشتغل بيها في الشغل.